السلام عليكم سيدي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ السلام عليكم سيد. الحمد لله. الحمد لله. شايف نتابع الشاشة. نقرأ هذا النص قراءة صامتة ونستخرج الشخصيات والمكان والزمان.
أنهيت. أحسنت. أنهيت قراءة النص. جيد، أي اقرأي مريم النص. في محطة حافلة وقف رامي يحمل كيسا ورقيقا مليئا ببذور عبد الشمس. جمع بذور عباد الشمس. عباد الشمس جمع يأكل منها ثم يلقي القشرة على الأرض دون بالقشرة بال ما على الأرض القشرة دون. على نعم الأرض على الأرض دون خجل أو حياء حتى امتلأ. امتلأ الريف. وفجأة أقبل الشرطي وقال له: أيها الولد نظيف نظيف، لقد تسببت في ملء الشارع بقشرة عباد الشمس. فرد رامي بتحكم. بتهكم: حسنا، ما المطلوب مني. مني. أحسنت، شكرا. مضى واصل محمد القراءة. نعم واصل القراءة. وفجأة أقبل لا شرطي وقال له: أيها الولد النظيف، لقد تسببت في ملء الشارع بقشر عباد الشمس. فرد رامي بتهكم: أحسنت حسنا، وما المطلوب مني؟ نظر الشرطي لرامي وقال: المطلوب منك هو أن تجمع قشر عباد الشمس حتى يعود الرصيف نظيفا كما كان قبل مجيئك. أحسنت. أنحنى رامي على الأرض وأخذ يجمع قشر عباد الشمس بيديه حينئذ شعر الولد بالخجل وأدرك خطأه، ولكنه تعلم درسا لم ينساه أبدا. أحسنت، شكرا لك. ما هي شخصيات النص؟ أستطيع أن أقول أنا محمد مريم. تفضل محمد. محمد بعد مريم. أنا نجم. أنا نجم محمد بعد مريم. تفضل محمد. حسن. رامي والشرطي. رامي والشرطي. جاي مريم، أين دارت أحداث النص؟ ما هو المكان الذي دارت فيه أحداث النص؟ دارت أحداث النص في الرصيف. على الرصيف أو أول محطة. في محطة الحافلة. أحسنت، في محطة الحافلة. هنا أنا قلت أنا سامي. محمد مصمودي. جيد جدا، ممتاز، أحسنت. بقى نتابع. أشطب الخطأ. دارت أحداث النص في محطة القطار في محطة الحافلة. في محطة القطار. أنا الخطأ. أي؟ أين الخطأ؟ الخطأ في محطة القطار. محطة القطار. سنعود للنص ونقرأ القرين الدال. أي؟ تعطينا أن أقول لمحمد مصمودي. تفضل محمد اقرأ. في محطة الحافلة
وقف رامي يحمل كيسا ورقيا مليا ببذور عباد الشمس. ببذور عباد الشمس. عيد القراءة يا مريم. في محطة الحديقة التي وقف رامي يحمل كيسا ورقية مليئة ببذور عباد الشمس. إذن هنا دارت أحداث النص في الحافلة، في محطة الحافلة. إذن هنا الإجابة الخاطئة هي محطة القطار. القطار، أحسن. إذن سنشطب القطار. ممتاز. السؤال الموالي، أبحث في النص عن جملة دالة. الجملة كنا نقرأ دالة. ممتاز. الآن السؤال الموالي، من يقرأ السؤال الموالي؟ تفضل ماري. أقبل الشرطي أقبل الشرطي نحو رامي لأنه ارتكب خطأً أسفل. هاي على الكراسات، على الكراسات، على الكراسات نذكر الخطأ الذي ارتكبه رام. نعم الإجابة كاملة كما تعلمنا نجاوب من النص. باي، نجيب إجابة كاملة. أقبل الشرطي نحو رامي لأنه ارتكب خطأ ونذكر الخطأ. هاي أين الشاشة؟ ماذا؟ الشاشة يعني وين النص؟ النص؟ نعم. ما ليه أنا هكذا في المنورة؟ يعني مش وقت بشينا 15 يوم على كل السؤال وشنو؟ ارتكب أقبل الشرطي على رامي لأنه ارتكب خطأ. أذكر الخطأ الذي ارتكبه رامي. حسنا. أنهيت. أحسنتي. كيف هو ملك؟
أحسنت يا مريم، إجابة كاملة. ما أنهيت. شيء ممتاز. اقرأي يا مريم إجابتك. الخطأ الذي ارتكبه رامي هو القائل هي عباد الشمس. هي ماذا؟ هو القاب في عباد الشمس. هل يمكنك أن ترفعي صوتك قليل؟ الخطأ الذي ارتكبه رامي هو إلقاء عباد الشمس. أحسنت. بقى ننظر إلى إجابة محمد. ما رأيك يا محمد في الإجابة؟ أنا أوافق، لكن عندي جملة أخرى. تفضل. من النص: جعل يأكل منها ثم يلقي بالقشر على الأرض دون خجل أو حياء حتى أمتلأ الأرض. طلعت. الإجابات صحيحة، لكن يا محمد نحن قلنا عند الإجابة لم يطلب منا جملة من النص، لم يقل استخرج أو اكتب جملة من النص، وسأل سؤالا سنجيب عنه كما أجابتني مريم. إذن الخطأ الذي ارتكبه رامي هو إلقاء الفشر أو إلقاء فشرة عباد الشمس على الطريق، على الرصيف، على الطريق، على الرصيف، أو على الرصيف، أو على أو على الطريق، أو على الشارع. أحسن، ممتاز. إذا سنكتب الإجابة. نتابع عشان نصلح. الخطأ الذي سيدي. نعم يا أخي. يا أخي أنا إجابتي خطأ. نعم إجابتك صحيحة، لكن تأكدي من أخطأ الكتاب، عندك خطأ في كتاب بعض الكلمات. الخطأ الذي ارتكبه رامي هو إلقاء قشري أو قشرة عباد الشمس على الرصيف. سيدي انهيت، انا ثبتت الكتاب. جيد، ممتاز. الآن سأنظر يا محمد. نعم ننتظر. نعم. محمد انهيت كتابة الإجابة؟
لا ننتظر قليلا حتى ينهي محمد. أنهيت. باه يا محمد أحسن. هذا السؤال الآن طلب منا استخراج جملة من النص تؤيد جوابي، فهمت يا محمد؟ الآن السؤال الموالي، استخرج جملة من النص تؤيد إجابتي، فهمت؟ يعني الجملة التي قرأتها أنت سابقا هي في استخراج جملة من النص. السؤال الثاني، فهمت الفرق بين الإجابة عن السؤال الأول والإجابة عن السؤال الثاني؟ نعم. نعم. الآن إذن سنكتب على الكراسة، سنكتب الجملة التي تؤيد هذه الإجابة. سأريد لكم النص ونكتب الجملة التي تدل على أن خطأ رامي هو إلقاء قشري عباد الشمس على الرصيف. أنهيت. نكتبه على الكراسة، نكتب الجملة على الكراسة. إيه، كتبتها على الكراسة أنا. جيد، ممتاز. سيدي، نعم. احنا اطفال يشبهنا ثم كتبوا ثم ماذا؟ هم اطفال ما يشبهنا، يعني جمع يقولوا منها ثم اطفال ما يكتبوا ثم سيقول ما يكتبوا سيف كتبوا تي ثم. لا، هي هذيك ثم مش واضحة برشا، لكن هي ثم ف لا. سيدي، نعم. هي على الأرض مش على الأرض، على الأرض.
نعم، أحسنت. نعم، على على الأرض. الترابيزة، على الأرض، نعم، حتى لو شفتها. جيد، أحسن. عيشة. هل هينا؟ نعم. تجيزني شوي. ماذا؟ نعم، أنا هاي أستطيع أن أجيب لمحمد المصمودي؟ أنا مريم. أنا محمد المصمودي، أستطيع أن أجيب؟ أنا مريم نجم. أستطيع أن أجيب؟ أنا مريم. أنا محمد. أنا مريم. أنا محمد. نجم نشارك؟ نعم، أستطيع أن أقول أنا محمد مصبوطي. تفضل محمد. محمد ثم مريم. جعل يأكل منها ثم يلقي بالقشر على الأرض دون خجل أو حياء حتى امتلأ الرصيف. الرصيف، أحسن. عيدي، اقرأ إجابتك مريم. جبتي كما إجابة محمد. نعم، أعيد قراءتها. جمع يأكل منها ثم يلقي على الأرض يلقي بالقشرة على الأرض دون خجل أو حياء حتى امتلأ الرصيف. أحسن، تعيد القراءة يا حمزة. هذا القراءة حمزة. هذا قراءة الجملة يا حمزة. يأكل منها ثم يلقي بالقشرة على الأرض دون خجل أو حياء حتى امتلأ الرصيف. الرصيف، أحسنتم جميعا، أشكركم. هل هناك جملة أخرى تدل على أن خطأ رامي هو
إلقاء القشرة على الرصيف، هل هناك جملة أخرى في النص تدل على صحة إجابتي؟ ترى نبحث عن جملة أخرى في النص تدل على أن رامي أنا أخطأ. وجدته ترى إن رامي على الأرض وأخذ قشرة عباد الشمس بيديه حين ذلك حين شاور الولد في الخجل وأدرك خطأ ولد يتعلم الدرس لن ننساه أحسنت جيد جدا. هل هناك جملة أخرى أيضا؟ هل هناك جملة أخرى؟ نبحث يا محمد وحمزة ومريم، نبحث عن جملة أخرى تدل على أن رامي أخطأ. أنا بيتها أخرى. أنا قلتها. تفضل يا محمد. ظهر لي فيتها. تفضل أقرأها. انحنى رامي على الأرض وأخذ يجمع قشر عبادي الشمس بيديه. بعد صحيت أحسن. هذه جملة. هناك جملة أخرى. جملة أخرى. هاي نبحث عنها. أنا لقيتها. تفضل ماري. أيها الولد المضيف، لقد تسبب في من إنكاري في قشرة عباد الشمس. ممتاز، أحسنت، جميل جدا، أحسنت ماري. حمزة، عد قراءة الجملة. حمزة، هل قرأت الجملة؟ حمزة، محمد، اقرأ الجملة. تعطي أنا أقرأ محمد مصمودي. نعم محمد تفضل. أول شيء عندي سؤال عليه، الولد النظيف عليه مش الولد بر زي الشرطي هذاك. هذاك قول الشرطي، قال الشرطي للولد أيها الولد النظيف، هنا وصفه الشرطي يصف الطفل. أيها الولد النظيف، لقد تسببت في ملء الشارع بقشر عباد الشمس. ممتاز، أحسنت، جميل جدا. الآن سنمر إلى السؤال الموالي. لم يعاقب الشرطي رامي بل كلفه بعمل، ما هو هذا العمل؟ أستطيع أن أقول أنا محمد مصمودي. إجابات كتابية، إجابات كتابية على الكراس حتى نتدرب على الكتاب، نجيب كتابية بخطوات. سيدي نعم، احنا دبع منا يوم الاحد دبع في المدرسه، عملنا الخط جاي في العاب، رجعنا القصه. محمد الاجابه تكون اجابه، يعني سنجيب من خلال السؤال،
لم يقل أنا استخرج جملة من النص. واضح؟ حسن حسن. أنهاي. أحسنتي بسرعة حمزة. أنهيت يا محمد المصفودي. ممتاز أحسن. اقرأ إجابتك يا حمزة. حمزة إلى محمد المصفودي لأن نعم أحسنت حمزة. يا محمد أحسن. حمزة كملتش ما زلت يا حمزة؟ أي ما بسرعة قال محمد المصفودي كمل ما بسرعة. حمزة أنت الذي ستجيب لذا بسرعة.
بيحبوا ماء. نعم. لازم بعد مريم تقول إجابتها أنا نقول محمد مصمودي إجابتي. نعم بسرعة حمزة لأن هاي بسرعة حمزة على نهاية تجي أنا أقول الحمام. حمزة ما زلت قليلا أنهيت. أحسنت يا حمزة، اقرأ الإجابة. أيها الولد النظيف، لقد تسببت في ملء الشارع
في قشرة عباد الشمس قارد فرد رامي بتحاكم حسنا وما المطلوب مني نظر الشرطي لرامي وقال المطلوب منك هو أن تجمع قشرة عباد الشمس. أحسنت يا حمزة، لكن نحن سنكتب الجملة الدالة فقط، يعني جملة واحدة أنت كتبتها فقط، وين الجملة بالتحديد؟ الجملة التي تدل على أن الشرطي عاقب طلب من رامي أن يجمع قشور عباد الشمس. هاي اقرأ يا مريم، أين هي الجملة بالتحديد؟ حمزة أحسنت، إجابة صحيحة، لكن يجب أن تقتصر على الجملة الدالة بكل دقة. تفضل العمل الذي قام به رامي هو جمع عباد الشمس الملقاء على الأرض. ممتاز، أحسن. طلب الشرطي من رامي أن يجمع قشر عباد الشمس الملقاة على الرصيف. تفضل محمد، عند قراءة الجملة. طلب الشرطي أستطيع أن أقول إجابتي أنا؟ نعم تفضل. قال الشرطي نظف الشارع الذي وسخته، فإن النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. أحسنت محمد، لكن انظر للسؤال يا محمد. السؤال: ما هو العمل الذي كلف الشرطي رامي به؟ شنو هو العمل؟ الشرطي طلب من رامي أن يقوم به. الإجابة كيف تكون؟ العمل الذي كلمه لرامي هو أن ينظف الشارع. أن ينظف الشارع أو أن يجمع القشور من الشارع. أحسن. والجملة الدالة من النص، أين هي الجملة التي تدل على إجابة من النص؟ من يقرأ الجملة؟ مريم. أنا محمد. رد رامي. لا، الجملة بالتحديد. نظر شرطي لرامي وقال مطلوب منك هو أن تجمع قشر عباد الشمس حتى يعود الرصيف نظيفا كما كان قبل مجيئك. ممتاز، أنت قراءة يا محمد. تفضل. نعم أعيد القراءة. نظر الشرطي لرامي وقال المطلوب منك هو أن تجمع قشرة عباد الشمس حتى يعود الرصيف نظيفا كما كان قبل مجيئك. ممتاز، أحسن. تفضل حمزة. المطلوب منك هو أن تجمع قشرة عباد الشمس. أحسنت، جيد جدا. حتى يعود، أقرأ الجملة. حتى يعود الرصيف نظيفا كما
كان قبل مجيئك. مجيئك. أحسن، جميل جدا، ممتاز. أحسن بقى. أرتب أربط العبارة المسطرة بمعناها المناسب. ننجز هذا التمرين على الكراسي. رد رامي بتحكم. ما معنى تحكم؟ رد رامي بأدب، رد رامي باستهزاء. نكتب نجيب عن هذا السؤال على الكراس. أنهيت. أنا محمد المصبودي. أنهيت. أنا مادي المولدي. أحسن. حمزة. هذا نهاية. هاي حمزة. سيد ما نعرفش عن الشعب بتحكمي. ماذا؟ ما نعرفش عن الشعب بتحكمي. معي استمع إلى محمد، تجاوبنا محمد. ما معنى بتحكم يا محمد؟ يعني باستهزاء. 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 أحسن. باستهزاء. اكتبها يا يا حمزة ومريم ومحمد. أنا اكتبها. أنا سبتها حطينا صحيحة. جيد أحسن. اكتبها حمزة. أنا ردت. أي اكتب حمزة. رد رامي بتحكم يعني باستهزاء. اكتب يا حمزة. البقية نستخرج من النص كلمة معناها خجيلة. أحسنت محمد. أحسنت. صحيح محمد.
أنهيت حمزة كتابة الإصلاح؟ نو مش قلت حمزة، هل أنهيت؟ حمزة نو حمزة شنو السؤال؟ النقطة بس، أنهيت حمزة؟ نعم نعم بقى. سنبحث في النص عن كلمة تعني خجلة، خجلة. باهي حسنا. نكتبها كلمة تعني خجل. نايت أحسنتي، نكتبها في الكراس. أحسنتي، أنا كتبتها. سيدي نعم، زال شوي ونكمل الحصة. نعم، تعبت ها؟ ليه؟ بسرعة، أين هي الكلمة التي تعني خجل؟ أنهيت. أي حمزة، أين هي الكلمة التي تعني خجل؟ فرد خرامي بتحكم، فرد رامي بتحكم. بتحكم ماذا تعني يا حامز؟ شفناها تو في السؤال قبل هذا. بسته باستهزاء، باستهزاء، باستهزاء. بس واضح صحيح، لكن هنا السؤال اللي سألته تو، أبحث في النص عن كلمة تعني خجل، خجل. واضح، أبحث في النص عن كلمة تعني خجل. أي استمع يا حمزة، مريم ستقرأ النص، مريم، وسنتوقف عند الكلمة التي تعني خجل. تفضل مريم، أي اقرأ النص. في محطة الحافلة وقف رامي، هي حمل كيسا وراقية مليئة بذور بذور عباد الشمس. جمع جعل جعل يأكل منها ثم ثم يلقي بقشرة قشرة على الأرض دون خجل أو حياء. أستطيع أن أعيد محمد مصمودي؟ تعني خجل. أين هي الكلمة التي تعني خجل هنا؟ حياء، حياء، حياء. أحسن، حياء. واضح حمزة؟ أنا كتبت حمزة. واضح؟ أنا كتبتها واضح. جيد، إذا خجل تعني حياء. انتهت الحصة، أشكركم على الحضور، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء. شاي طيبة. أعيشك، إلى اللقاء. شاي طيبة. مع السلامة. شكرا لك، مع السلامة. شكرا، إلى اللقاء. عيدك مبروك.